هيجي لكم اتوبيسين دلوقتي، هما اللي هتجمعوا فيهم الحاجات اللي كتبتوها. مستعدين؟ معلش يا وسيم، هو اتوبيس على قده شويه، شويتين، تلاته اربعه بصراحه، بس ده عقاب خسارتك المره اللي فاتت يا وسيم، انا ما بنساش. يلا بقى وروني شطارتكم. تشاو. كابتن سعدون الدين حسين يرحب بكم اون بورد ويتمنى لكم رحلة سعيدة. الرجاء ربط الأحذية. سعدون سيب المايك وركز معايا. مايك وحشني قوي، الله يخرب بيت اللي كان السبب. دلوقتي احنا هنقسم نفسنا، كل واحد هيجيب حاجة عشان نلحق نخلص قبل وسيم. لا، أنا اتبرعت وفديت اللعبة دي بالأريكة اللي بمدد عليها عشان أريح. أنا أقصى حاجة يعني ممكن أعملها أجيب لك الأناناسة من الفكهاني. ماشي، هات أنت الأناناسة. انت الحيوان. لا يا مازو، ما تشتمش يا مازو. يا سعدون انت هتجيب الحيوان، هات الحيوان اللي هو الارنب، وشيماء هتجيب الاكل ام علي. طب ايه رايك يا مازو اطلع لجارتنا ام علي اللي في التالت، وهو يبقى اسمنا جبنا الاكله واسم البنت في نفس الوقت. كفايه بقى، كفايه بقى، كفايه بقى، كفايه بقى، كفايه. مستر مازو، انا جمعت معلومات عن البلد اللي هي اسمها سو، اللي هي قول المعلومات. ما عندهمش سفاره، ما عندهمش قنصليه، ما فيش اي علاقات اقتصاديه بينهم وبين مصر، ما فيش ولا مواطن منها في مصر. انزل من الاتوبيس، انزل من الاتوبيس، انزل من الاتوبيس. ولك يا مازو، مازو، ولك يا مازو، وزعت اللعب والمعمت على الناس. انا عامل ايه؟ انت مش هتعمل حاجه، انت هسيبنا نلعب وتفضل انت قاعد في الاتوبيس معزز مكرم. انا عارف ان انا ما كنتش كويس وما كنتش قد التحدي، بس اديني بس فرصه واوعدك ان انا هكسبك. ده طلب؟ ده طلب، ده طلب. ثانيه واحده بقى، يبقى نفتح لك صفحة في الأجندة الجديدة. أبو الجمايل عايز يلعب، دول 10 جمايل قصاد. بس ده كتير قوي يا مازو. مش اسمه، مش كتير عليك والله. ماشي، في ده اللعبة. ماشي، 10 جمايل قصاد شنبك، قصاد شنبك. انت بيع الغالي، تقب وتختص وتجيب لي راجل اسمه إيمان. تمام، أوعدك إن أنا مش هرجع من هنا تاني غير أجيب لك إيمان. يلا. اوكي، رايح فين يا شنب؟ الناس الغلابه يا عم، سيبنا راح. انت برضو دي تحديات جبهه، دي صعبه. اتفقنا على ايه؟ اتفقنا على ايه؟ انا معاك يا سيدي المعلمين. ها، لقيتها، لقيتها. قول، قول الفكره الغبيه اللي عملت كده عشان تقولها. انا بعت رساله على جروب بوابين مصر لافر. شفته اغبى من كده؟ وسالت اذا كان في اي حد ساكن في اي عماره من البلد اللي اسمها سيست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 ي
عنده في العماره ومستويه. يا راجل. ايوه. امال الغبي ده بيقول لي ان مفيش ولا مواطن من البلد دي في مصر ليه؟ انا قلت مفيش ولا مواطن في مصر، بس في مواطنه. بس انت قطعتني يعني، فانا قلت احترم رغبتك ومش هكمل. وعلى فكره قدامي قدامي براحتك. طيب انا ماشي. بره. شكرا. قرب. ساعدون. ايوه. اقعد على كرسي القياده واطلع على العنوان اللي قاله غريب، ماشي؟ وهتلاقي الواد ده عصفوره قدام العجل، دوسه عادي. تمام كده يا جميل قوي. دارت دارت ولا لا؟ لا ما دارتش، بس احنا خلاص وصلنا الحته اللي احنا رايحينها. بقول لكم يا جماعه، اللي عايز يرجع من الاتوبيس او اللي عايز ينزل يعمل بيبي ينزل دلوقتي، لان انا مش هقف تاني. جميل هيفضل يزقنا لغايه ما نوصل. لا خلاص انا اتصرفت من شويه. يلا يا شويكار انزلي بقى هاتي الحاجات بتاعه الطبخه، عشان دي مش هنعرف نشتريها جاهزه. الله يخرب بيت شرطك يا اخي، وانا هتحرك ازاي من الحاجات دي كلها؟ يلا يا شويكار يلا. يلا خلصينا. اوعى بس بتاعه فوق. خلي بالك خلي بالك هتتمزقي. خلي بالك. يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. امور يا بهوات، اجيب لكم ايه؟ عندي فواكه زي الفل واحلى من العسل. حبيب قلبي احنا عايزين اناناس. من عينيا فيه، بس الاناناس مش هيبقى احسن حاجه، مش هيعجبكم يعني. الراجل عنده حق، ده مش هوني الاناناس دلوقتي، هبقى ماسخ. شوف لنا اي فاكهه جنبه. موز. لا انا عندي حساسيه من الموز، مش هينفع. بقول لك يا حبه، ما تيجي نجيب اي حاجه بالمره نتسلى فيها لغايه ما نخلص المهمه. ايه رايك في عنب او كاكا؟ احنا هنجيب اناناس، احنا مش طالعين رحله ولا رايحين زياره. بقول لك ايه يا باشا، هات لنا اناناس ان شاء الله قشر، اي حاجه ان شاء الله بايظ. اتفضل. من عينيا. اللي انت عايزه يا باشا.
طلع بقى الليستة يا بسيوني واشطب على أول حاجة، النبات أناناس. شيل الفرجة سعيد أهي. أهي الطلبات كلها. أهي. هات الطلبات. خلي بالك. يا أختي. حاسبي. ما تخافش عليا. جدعة، جدعة. أديني جبت طلبات الطبخة كلها. ايه ناقص ايه بقى تاني؟ ناقص تطبخيها يا ماما. طب اكتبي لي طريقتها وانا اروح اعملها في البيت. بيت ايه؟ بيت مين؟ انا مش هزق لغايه البيت، انا اتقطع نفسي. انا هنزل انا مستر وسيم اخلصها. صباح الخير يا حاجه. صباح الخير يا ابني، والنبي انت باين عليك ابن حلال وجاي تنفعني. ربنا يبارك لك. واضح انك غلبانه وشقيانه يعني ايه ده؟ بص العصفوره. يا حرامي، اكل عيش يا حرامي، الحقوني الحقوني. جدع يا جميل، حسبتها؟ سرقتها. ليه يا جميل؟ ما تدفع، ما احنا معانا فلوس، انت هتنزل تزق دلوقتي وهتتمسك. لا ازق ايه؟ بسمل كده الاول ودور حضور. ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. اهي دارت، دارت يا فيا. يلا بينا. دارت يا فيا. يلا بينا. دارت. حرامي حرامي. ايه ده؟ على فين يا استاذ؟ مش دي عمارة 16؟ وانت عشان احافظ رقم العمارة سيبك تطلع ولا ايه؟ لا مش قصدي، انا هطلع اشوف بس. ثانية واحدة، ايه عمارة من غير بواب؟ ما انت شايف العمة؟ ما انت شايف الشبابية؟ ما انت شايف الشبابية؟ مين انت؟ ايه؟ عم غريب، عم غريب يا سعدك يا هناك يا عم رحيم، والله ما اعرف اني تبعك يا جناوي يا بهنسي، الحقونا يا ناس. ايه يا عم الانبهار ده؟ انت شفت فيرمينيو ده غريب عادي البواب؟ لا مش عادي، ده رئيس اتحاد البوابين العرب. ايوه، ما هو عبد الرحيم كان النائب بتاعي في الغرفه. غرفه ايه؟ غرفه البوابين العرب، انا كنت الرئيس وهو النائب. ايه غرفه البوابين دي؟ البدروم اللي تحت السلم. ايوه ايوه ايوه. طب قول له احنا عايزين ايه. احنا جايين لك في مصلحه، وطار هناخده وعار هنغسله على طول. قبل ما تاخد الطار وتغسل عارك، اخد معاك صوره سيلفي عشان يتاكدوا. ايه يا عم مش وقته دلوقتي، انا عايز اسالك سؤال. في ست في العماره دي ساكنه عندكم من بلد اسمها استثنائيه. لا مش استون مستويه. لا لا، هي بلد من فيها استو في الاول. في ست من البلد دي؟ ده انا ارد عليه ده ولا اعمل له ايه؟ انا عايز افهم يعني ده مثلك الاعلى. ايوه ابوسه كمان، ده مثل الاعلى وتاج راسي. يعني ده طموحك؟ ايوه. طب ما تضربش في الحيوان ده، انا ضربت يا عبد الرحيم. ترد عليه جبت له الضرب والكلام. ايوه ما انا زي ما قلت لك، بس انت لو كنت بدرت نصها ايه كنت قابلتوها. طب راحت فين وهترجع امتى؟ هي ركبت البوكس وراحت اسم الجيزه. اسم الجيزه؟ يلا على اسم الجيزه. ثانيه واحده بس اخد سيلفي عشان الناس بس تاخد. ما بحبش ازعل حد. تعال خش معانا في الصوره. تعال يلا بينا. تنساش تمنشني. ها انت مالي يا شويكار؟ انت بتنقي الرز يا حبيبتي، هي اللعبه هتدوقه؟ الاكله دي اصلا كده كده طعمها وحش. خش خش خش. بحاول بحاول والله يا جميل. خش اعدل الطاره اعدل الطاره. خش يا جميل. مش عايز اخش يا جميل. ما انا بحاول اخش اهو. جدع جدع. خش. طب والله العظيم انا جامد. خش سهله. طب والله جامد. سهله يا ولد يا وحشين. يا نهار اسود يا نهار اسود. يلا يلا ايه؟ يلا بينا ننزل. ننزل انزل يا عم. ماشي. خلي بالك خلي بالك. كويس كويس زي الفل. الحمد لله. انا عايز اسال سؤال بقى، انت متاكد ان احنا ممكن نراقب اللاجئ السعودي ده هنا؟ انا كنت شغال في اوتيلات وبقول لك مفيش فندق في مصر ما فيهوش واحد سعودي. السعودي بيبان من مشيته. ثانيه واحده اهو. لو سمحت بس لو سمحت بس لو اتفرج. حضرتك كسبت معانا جايزه
للي يزور مصر لأول مرة رحلة سياحية. للأسف هذه المرة الخامسة لي هنا في مصر. يبقى فزت بالجائزة الثانية، السائح اللي بيزور مصر الخامس مرة. بس هي الجائزة. والله يا أنت شكلك خفيف وحلو والله ما شاء الله عليك. ربنا يخليك. شفت يا غبي؟ الله عليك يا معلمي. معلمي. اتفضل يا باشا. والله العظيم أنت ما تعرف إحنا بنحبكم قد إيه. اتفضل. إحنا بعد باليمن نحبكم موت كثير كثير والله. حضرتك طبعا سعودي وعايش في اليمن. لا انا يمني. يمني عايش في السعوديه. من مشيته. ها لا مؤاخذه يا باشا والله كان بودي اركبك الاتوبيس بس الاتوبيس اتعطل، خد الاتوبيس اللي بعده. السلام عليكم. السلام. والسلام ورحمه الله وبركاته. بعرف السايح من مشيته يا فتاي. يا جميل واضح ان الفتره اللي قعدتها في السجن نسيتني الفنادق خالص. راجل فنادق ايه اتنيل؟ ده انت عديت الملط بمراحل. استنوا في بيته حتى الجو زي جده. الحق. لا لا مره الجده. ايه المشكله يا جميل؟ احنا عايزين واحد مش سعوديه. انت حمار ولا ايه؟ ما هي جده في السعوديه يا اخي. انت اتعديت من الملط والله العظيم. تعا ورايا. بص يلا سلام. السلام عليكم يا أمير الصحراء. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك من المملكة العربية السعودية؟ ازاي عرفت؟ حبيبي حبيبي نورت نورت بلدك التاني مصر. احنا عاملين رحلة كده لزيارة المعالم التاريخية الأثرية اللي في مصر، تيجي معانا؟ والله أنا ماني عارف أبدأ من فين. تبدأ من فين؟ تبدأ من الأتوبيس ده. الأتوبيس ده؟ ده اتوبيس خردة يا عم. لا خردة ايه ده؟ اتوبيس اثري قديم جدا يا عم. ده ما يوصلناش لاخر الفندق. والله يا امير الصحراء روح الدعابة عندك عالية. انتوا اخواني وحبايبي. حبيبي انت منورنا والله. الله منور بيكم. تفضل يا امير الصحراء على الاتوبيس. قولها في اعلى صوت وارفع راسك لفوق. انا مصري يا هلاوي بسماعي ولوني مصري. يلا يا غريب. انا كان نفسي ابقى مصري عشان احس بالكلام الحلو دي. تعالى بقى باشا. بقول لك ايه، هو احنا ما ينفعش ندفع لها غرامه كسر فيزا ونخرجها؟ الغرامه دي هتدفع لو هتسافر بلدها، انما ديت بقى شبطان عايز تقعد هنا. طب سيبها لي النهارده، سيبها لي النهارده وارجعها لك بكره، واسيب لك بطاقتي، ممكن اسيب لك غريب بدلها لحد ما نرجع. سيب لك مين؟ بقول لك مش معاها اقامه، هتفضل محجوزه هنا 4 ايام لحد ما تترحل على بلدها. كده قفلت الاستثنائيه الوحيده اللي في مصر، هتفضل محبوسه. طب ما تيجي نهربها قدامه. يعني انت لما يبقى عندك فكره جريمه تقولها قدام الامين؟ هو مش جدع يعني وهيبقى معانا ومش هو تقول مقصود الامين. امشي. هنا شارع الدقي. يتميز شارع الدقي بانه مر بالكثير من الحروب القديمه، ويتميز ايضا شارع الدقي بانه اتجاهين ثلاث حارات واخر الشارع في تقاطع وصنيه. ينسب حي الدقي الى الملك الفرعوني دقي، وهو اول دق فرعوني يستخدم المفتاح وهو بيفتح باب بيته. ومفتاح بالانجليزيه يعني كي، علشان كده سموه دقي. كما تميز حي الدقي بوجود أطعم مطعم شاورما في العالم، كايزر لحمة سمسمة. معلومات مفيدة، بس من جد الواحد زهق من أكل الشاورما، والواحد مش عارف يركز من الريحة الحلوة، ريحة الكبسة. هي الكبسة لسه ما خلصتش؟ وسيم الراجل ده فضل له ثانية ويقفسنا. يقفسنا؟ يقفسنا؟ هو هيقفسنا من أنت بتقولي اسمها يقفسنا. وبعدين ما تخافيش، دلوقتي نجيب الأسد ويحلها ألف حلال. انا عندي فكره حلوه. انت معاك بطاقه؟ معايا بطاقه. امال مش عارف ايه. مبروك يا سعدون، تعالى ورايا على البيست. مبروك يا سعدون. هو بيبارك لي على ايه؟ على ان انا معايا بطاقه؟ ده حتى صورتي في البطاقه وحشه قوي، كل الناس بتشوفها ترجع. مازو مازو